مرحبا أصدقائي، اليوم راح أحكي لكم عن برنامج أني حاليا جاي أشتغل عليه. هذا البرنامج خفيف وسهل وبنفس الوقت بي ميزات، هاي الميزات كلش قوية. أول شيء اللي خلاه يكون برنامج سهل وخفيف أنه ما بي داتابيس، يعني ما مستخدم بي البرنامج نفسه، ما بي داتابيس، ولكن يعتمد على داتابيس أونلاين داتابيس استخدمت بيها الداتابيس ماي سكيول ويا البي اتش بي بالإضافة إلى الفريمورك اللي هي الفلاتر. طبعا انا هسه راح اعطيكم شرح، راح اشرح البرنامج شلون يشتغل او شنو الامكانيات والقدرات مالته، وبنفس الوقت راح احكي لكم ايش قد هو خفيف لانه يجيب بس المعلومات اللي يحتاجها من الداتابيس او من الموقع. فهنا عندنا شغله ان تطبيق يشتغل على الاندرويد والاي او اس بنفس الوقت بنفس الكود البرمجي، وبنفس الوقت مربوط ويا موقع تقدر عن طريق هذا الموقع تدير التطبيق. فلما اقول لك انه تقدر تدير التطبيق، يعني معناه هنا انه انت ما يحتاج انه يصير عندك تحديث للتطبيق كل فتره. يعني اليوم مثلا انت نزلت صوره للمنتج مالتك، فمو معقوله انه انت تروح تحدث التطبيق، لا ما يحتاج تحديث. بالموقع مجرد تضيف الصوره مالتك على التطبيق اوتوماتيكيا راح تطلع على البرنامج مال الموبايل، فما يحتاج. فعملية الإدارة سهلة، عملية التحكم بالتطبيق كلش سهلة، وبنفس الوقت انطت بعض الميزات والتقنيات اللي استخدمتها بهذا التطبيق، انطتها سلاسة وانطتها سهولة بالاستخدام وانطتها فليكسابلوتي، فصار البرنامج سهل عندك كلش، ما بي أي تعقيد. بنفس الوقت عندك قدرة ان انت تتحكم بهذا البرنامج من خلال الموقع او من خلال لوحة تحكم خاصة بالبرنامج، تقدر عن طريقة تحذف يوزر، تحجب يوزر انه يستخدم التطبيق، وتقدر همين عن طريقة انت تحدد تفاصيل اليوزر، يعني مثلا شنو التطبيق او شنو المنتجات اللي اليوزر معجب بيها اكثر، فتطلع عن طريقها بيانات وميزات تدعم الشغل مالتك، تدعم المغرض من البزنس اللي انت جاي تشتغل عليه عن طريق معرفة المستخدمين شنو الشغلات اللي يحبوها، شنو الشغلات اللي يستخدموها. ما راح اطول بالشرح، راح انتقل الى البرنامج واشوفكم هذا البرنامج شلون يشتغل وشنو القدرات اللي يتحكم او يتمتع بها. تحياتي. خلونا سويا نشوف التطبيق مالتنا شلون يشتغل. اول شيء عندنا هنا تطبيق الموبايل، وعندنا هنا الموقع اللي هو يتحكم بالتطبيق بشكل مباشر. الموقع يتحكم بالتطبيق ككنترول بانل بشكل مباشر، تقدر تتحكم بالتطبيق عن طريق الموقع مالتنا هنا. هنا خلي نجرب العمليات وشوفكم البرنامج شلون يشتغل والابلكيشن شنو الامكانيات والقدرات مالته. اول شيء هنا راح نبدا بالريجستريشن. راح ابدا اني بريجستر معين، مثلا وليكن احمد يحيى، راح اختار عنوان معين 0771 مثلا، راح اختار كلمه سر واختار المحافظه مالتي، راح اقول له سجل الان. بعد ما اقول له سجل الان راح يقول لي تمت عمليه التسجيل بنجاح. لو اجي اسوي لوجن اني بالبدايه راح يقول لي انه لم يتم تفعيل المستخدم. ليش؟ لانه بعدني ما فعل المستخدم بشكل كامل. خلونا نروح سويه ونسوي تفعيل للمستخدم مالتنا من لوحه التحكم او من الموقع قدامنا هنا. مثل ما تشوفون هنا طلع عندنا منو؟ طلع عندنا احمد يحيى هنا. الحاله مالته والستيتس مالته ديسيبل، راح اروح اني واسوي له شنو؟ واسوي له انيبل حتى يقدر يستخدم التطبيق مالتنا. اسوي له من هنا انيبل واسوي له سيف. بمجرد ما اسوي له سيف راح اقدر هنا يطلع عندي مباشره انيبل، اسوي لوجن راح اوتوماتيكيا يسوي تسجيل دخول للتطبيق بشكل مباشر. طبعا هم نقدر اعرف ايش وقت التاريخ اللي ضاف باليوزر او ايش وقت انضاف عندي للوحه التحكم. هنا تطلع عندنا الكاتيجوري. الكاتيجوري تطلع بشكل مباشر مثل ما هي معرفه هنا بالكتالوج. بالكتالوج هنا عندنا كاتيجوري اضيفها بشكل كامل هي والبرودكت، تطلع عندنا بشكل مباشر للتطبيق بدون ما نسوي اي تحديث للتطبيق مالتنا، وهاي الميزه مالته بشكل مباشر. فهو فعليا متصل بالقاعده، نفس قاعده البيانات اللي يستخدمها الموقع مالتنا هنا كلوحه تحكم. فنجي مثلا على سبيل المثال على سامسونج، نطب هنا راح نشوف الكاتيجوريز مالته او السب كاتيجوري التابع لسامسونج. راح نجي هنا مثلا نختار برودكت لا على التعيين، نجي مثلا نقول هذا. طبعا بالمناسبه نقدر نسوي رجوع اذا حبينا نروح لغير برودكت او نشوف غير كاتيجوري. نقدر نطب لسامسونج هنا، نقدر نسوي
نختار اي كاتيجوري، يعني هنا السب كاتيجوري عندنا، بهاي السب كاتيجوري عندنا العناصر مالتنا اللي موجوده هنا. فاما اضيفها للسله بشكل مباشر، راح يقول لي تمت الاضافه واقدر افتح السله من هنا، واقدر مثلا مثلا برودكت معين عجبني اسويه فيفورت، واقدر همين اضيفه للسله بشكل كامل واروح اسوي اوبن للسله. مجرد ما اسوي اوبن انا اخترت تو برودكتس، فطلع عندي تو برودكتس مالتي بشكل كامل. اقدر اسوي زياده من هنا فيطلع عندي هنا تو كوانتيتي وهنا 1. اقدر اروح اسوي انفويس، راح اوتوماتيكيا يطلع التفاصيل مالتي ويا التوتال، واقدر اسوي اوردر يقول لي هل تريد كونفيرم الاوردر مالتك، اقول له اوكي. بمجرد ما اقول له اوكي السله عندي انمسحت، ما بقى بيها اي بيانات، اقدر اروح اتبع الطلب مالتي. شوفوا هنا القدرات او الميزات مال البرنامج. قبل ما نروح نتبع الطلب مالتنا، خلينا نشوف الطلب مالتنا على الموقع. بالاوردرز راح اشوف الطلبات مالتي تطلع بشكل مباشر. هنا عندي احمد يحيى طلب، الطلب الاول مالته هو pending. شوفوا هنا شلون راح نشتغل. اول شيء طبعا البرنامج مالتنا بيه عده لغات، تقدر انت تسوي انجليزي عربي اي شيء انت تريده موجود. تقدر تسوي كول سنتر. خلونا نتبع الطلب ونشوف شلون يطلع عندنا بالبرنامج. شوفوا هاي الميزه او هاي الامكانيه اللي موجوده بالبرنامج. اول ما تروح للاوردر او للماي اوردر، راح تشوف انه انت هنا طالع عندك قيد التجهيز باللحظه اللي صار بيها نزل الطلب للموقع، وصار هنا عندك بيندينج. زين الادمن ايش حيسوي؟ طبعا شوفوا هاي الامكانيه اللي موجوده هنا. الادمن مال الابلكيشن راح يجي هنا راح يقول يابا راح اريد اسوي مثلا ابديت على الطلب مالتنا، راح يطب على هذا الطلب، راح يقول اني اريد اسوي مثلا شيبت. شوفوا الابديت مالته مباشره راح يطلع على التطبيق. راح مجرد ما يسوي اد، فاوتوماتيكيا التطبيق هنا عرض لي تم التجهيز باللحظه اللي صار بيها تجهيز، اللي هو بس بهالوقت هذا. زين لو قلنا هنا صار كومبليت اد، بمجرد ما يصير كومبليت اوتوماتيكيا يقول له جاري التوصيل بشكل مباشر على التطبيق مالتنا. فشوفوا هذا الابديت هنا انعكس بشكل كامل على التطبيق مالتنا. الميزه الاقوى من هذا هي الفيفورت اللي صراحه هي موجوده. طبعا انت هسه اذا مجرد ما سد التطبيق، خلي نسده، بمجرد ما سده للتطبيق وترجع تفتحه من جديد ما راح يطلع لك اللوجن، لانه خلص سيف اللوجن مالتك، فراح يطلع لك التطبيق بشكل مباشر. مجرد ما تجي هنا تسوي تختار الايتم مالتك وتطب على الايتم، احنا سوينا واحد من العناصر كان فيفورت، فشوفوا هنا طلع عندنا هذا العنصر مالتنا فيفورت. اذا اريد اشيله راح همين ينشال عندي، فلما ارجع مره ثانيه على البرودكت مالتي راح اشوف انه هو موجود بعده بالتطبيق، انشال من الفيفورت مالتي. فهاي العمليه هي عمليه متكامله، بنفس الوقت تقدر تشوف الكارت مالتك، وتقدر همين تتبع وتسوي setting change للادرس. اذا حبيت تغير الادرس مالتك من هاي المكان تقدر تسوي change للادرس مالتك.